طيب كذلك الحرية دي ودتهم لمسائل بعيدة أيضا. القرضاوي يطعن في الله سبحانه وتعالى، وده مقطع سمعوه كثير من الناس لما جاءت الانتخابات تحت اليهود، فقال إنه حكام العرب وقولوا جبنا 99 و99 من 100 من الأصوات، قال النسبة دي لو الله ذاته عرض نفسه للعباد ما بيجيبها، قال. وده كفر كما بيّن الشيخ ابن عثيمين وغيره. مقطع رقم 11. أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي يحكم. ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99 و99 من 100. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. وطبعا لاحظ الصور، الصور دي نحن دمجناها لك، دي صور القرضاوي دمجناها لك في المقطع حقه، ودي صور حقته حقيقية. اليهود بيكرموا فيه، الحاخامات والزعماء بتاعنا اليهود بيكرموا فيه، لأنه علاقته حميمة جدا باليهود. وكذا كل الإخوان المسلمين زعمائهم أصلا شغالين مع اليهود. والربيع العربي السوداء هو تخطيط اليهود وتنفيذ جماعة الإخوان المسلمين. فالمدير الإداري اليهود للربيع العربي، والمدير التنفيذي للربيع العربي هم حزب الإخوان المسلمين في الوطن الإسلامي والعربي. ليه ما في ربيع هناك يهودي؟ ليه ما حصل له مظاهرات؟ ليه ما حصل في الوقت داك بتاع الربيع العربي ربيع أمريكي؟ ليه؟ ليه ما حصل ربيع فرنسي؟ ما اسألوا نفسكم. ليه ما حصل ربيع بريطاني؟ ليه ما حصل ربيع إيطالي؟ ليه؟ لأنه هم اللي خططوا وديل اللي نفذوا. حتى يجي الإخوان ذاك قال أنا ما عندي مشكلة لو مات 3 مليون مسلم من أجل أن تنجح الثورة، الثورة عشان يجي يحكم هو. فده الناس خونة، ناس لئام. والله أنا قدر ما أوصفهم بأسوأ وأبشع الألفاظ فهم أبشع من أبشع وأسوأ الألفاظ. ما في جماعة شوهت الإسلام ودمرت المسلمين، يا أخي دمروا سوريا، دمروا العراق، دمروا اليمن، دمروا ليبيا، فتنوا السودانيين، دمروا مصر. ما في جماعة دمرت المسلمين وشوهت الإسلام أبدا على الإطلاق مثل جماعة الأخوان المسلمين.